توقيع الاتفاق الوطني السياسي بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم والقاضي بتشكيل مجلس سياسي أعلى لإدارة البلاد وفقا للدستور لطالما انتظره اليمنيون، لا سيما والوطن يواجه أعتى دول العالم في تحالف تقوده دولة العدوان وأمريكا على الشعب اليمني. ضربة سياسية مسددة كضربات صواريخ اليمن البالستية ضد تحالف العدوان السعودي ومرتزقته. ومنها هنا عاصمة الجمهورية اليمنية صنعاء يصنع التاريخ من جديد بإعلان توقيع اتفاق تاريخي سيقطع كل دابر للعدو السعودي ويؤسس لبناء دولة القانون وتحت راية الجمهورية اليمنية المتحررة من التبعية وذات السيادة الكاملة وفقا لدستورها. يأتي توقيع هذا الاتفاق بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم تنفيذا لرغبة الشعب اليمني خلال سنة ونص، والشعب اليمني يعاني من العدوان، والآن صرنا على أساس أنه متفقين باتفاق واحد بين أنصار الله لمواجهة العدوان ولإخراج اليمن من ما وصلت إليه من حصار، فك الحصار الاقتصادي الجوي البري والبحري. ليس هذا الاتفاق ضد أحد من أي قوة، ومن له رغبة من القوى الأخرى أن تشارك معنا في هذا الاتفاق فأهلا وسهلا بهم كاملة بالتوفيق. نأمل أن يكون في هذا شيء يخدم اليمن أرضا وشعبا. يأتي هذا الاتفاق الاستراتيجي بين أنصار الله وحلفائهم والمؤتمر الشعبي وحلفائه بعد جهود كبيرة بذلتها هذه القوى الوطنية، سواء فيما يتعلق بالمفاوضات والوصول إلى حل سياسي أو فيما يتعلق بتوحيد الجبهة الداخلية، خاصة مع مؤشرات خطيرة جدا تؤشر إلى أن العدو متجه لإبقاء الأزمة تحت سيطرته وواقع البلد مشلول. فهذا إن شاء الله الاتفاق سيكون له أثره في تعزيز الجبهة الداخلية وفي الحفاظ على مؤسسات الدولة وفي توحيد الجبهة الداخلية ومواجهة العدوان على كافة المجالات. فمن بعد الصبر لأكثر من عام من القتل والتدمير والحصار على الشعب اليمني برا وبحرا وجوا، على أمل إحياء ولو ذرة من وطنية من تربوا وترعرعوا وأكلوا من خيرات هذا الوطن، إلا أن عمالة المرتزقة لسادتهم في الرياض تجري في دمائهم مجرى الدم، فمزبلة التاريخ هي الشاهد على قبحهم. المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم أدركوا بأن لا فائدة من حوارات غرضها تقديم غطاء للعدو السعودي ومرتزقته واستمرار لارتكاب مزيد من المجازر البشعة بحق الشعب اليمني وبمباركة أممية، إضافة إلى حوارات بيزنطية سواء في جنيف أو الكويت مع مرتزقة لا يملكون من وبال أمرهم سوى السمع والطاعة لأسيادهم، ولا يملكون في الداخل قرار بعكس القوى الوطنية وعلى رأسها المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله التي لها الأرض والسيطرة والقرار. لتكن خطوة تشكيل مجلس سياسي أعلى وفقا لدستور الجمهورية اليمنية تنبثق منه مجالس أخرى تدير شؤون الدولة وتملأ الفراغ في السلطة في جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية الذي أوجده الفار هادي وحكومته بعد تقديم استقالتهم وانتهاء شرعيتهم، لتعزز من الوحدة الوطنية الداخلية لمواجهة صلف العدوان السعودي ومرتزقته وصمود شعبي وعسكري مستمر دفاعا عن الأرض والعرض ضد كل غاز ومحتل ونافذة للتخاطب مع العالم الخارجي. إعصار سياسي يمني منبعه العاصمة صنعاء قلب الطاولة على العدوان ومرتزقته وغير المعادلة، فأي حوار قادم لن يكون إلا مع العدو نفسه، دولة لدولة وقصف بقصف وشهيد بقتلى من العدو ومرتزقته،
والحدود باتت جبهة الجبهات وخير شاهد على ذلك. والبادئ الضرب عماد النجار، الفضائية اليمنية.